الزياره دي تنعكس ازاي على كل حياتك قلت وعلى علاقه على علاقه اقتصاديه سياسيه؟ علاقه مصر والامارات فيها نوع من التكامل الوظيفي. طبعا ليس في علاقه مصر والامارات ما يصطدم بعلاقه مصر بدول اخرى، لانه من المعروف ان السعوديه هي الطرف الاساسي في مجلس التعاون الخليجي بالثقه للسكان وبغيره. لكن من المعروف ايضا علينا ان ننتبه الى ان الامارات رغم انها ليست الاكبر اقتصادا في الخليج، هي تاتي بعد السعوديه، لكن هي صاحبه اوسع استثمارات في العالم كله بأعلى من الصندوق السعودي والكويتي والقطري يعني هي أعلى. بل أكثر من ذلك، هي رقم 2 يعني في تعداد أشهر أو أكبر 10 صناديق استثمار في العالم. المفارقة طبعا الصندوق رقم 1 هو صندوق المعاشات النرويجي، ودي مسألة يجب أن ننتبه إليها، يعني النرويج ليست بلدا نفطيا. بعدها مباشرة بيأتي لأبو ظبي أو للإمارات صندوقان، بينهما صندوق يأتي في المرتبة الثانية، ثم تأتي بعد ذلك صناديق أخرى. فمن هنا فكرة إنشاء المنصة الاستثمارية بهذا الحجم، هو طبعا 20 مليار دولار هو ليس حجما كبيرا قياسا لاستثمارات الإمارات في العالم ما تعدى تريليون دولار، لكن من المهم جدا أن نقول أنه ده مثال للتكامل الوظيفي بين طاقة بلد يمتاز بموارده البشرية وباقتصاد متنوع قابل للنهوض في مجالات متعددة هو الاقتصاد المصري، وبين بلد بيعتمد في جزء كبير من حضوره في العالم على فكرة الاستثمارات حول العالم، فأولى بهذه الاستثمارات أن تسكن بلدا عربيا مستعدا للنهوض. طيب ايه اللي توقفت امامه استاذ عبد الحليم في البيان المشترك ما بين مصر والامارات اللي كان في ختام زياره الرئيس السيسي؟ الذي توقفت امامه كما قلت هو تطابق الرؤى. قلت ان مصر والامارات بينهما كم هائل من المشتركات، يعني يكاد يكون تطابقا يعني في السياسه العربيه. لابد ان الحظ ايضا انه عكس البيانات الخليجيه عموما، او يعني معروف ان السياسه المصريه في كلماتها بتمتاز بالحذر جدا ازاء فكره التدخل الاقليمي في شؤون الدول العربيه. ومن المعروف ان دولا خليجيه كالسعوديه مثلا دائما ما تركز على الخطر الايراني. مصر والسياسه المصريه تتحرك بقدر من التوازن بحيث لا تطغى مقوله الخطر الايراني على الخطر في فلسطين، خطر الاسرائيلي، خطر كيان الاغتصاب الاسرائيلي. 2 هي دائما ما تمتاز في بياناتها بانها بتتكلم عن الخطر الاقليمي بصفه عامه. اذا اضطرت للتوضيح فهي تقرن خطران، تقرن خطرين، خطر الايراني والخطر التركي، بينما تميل دول عربيه اخرى للتخفيف من الاشاره الى الخطر التركي. فهذا امر ظاهر جدا في البيان، في نص البيان المشترك، حين تحدث في اكثر من موضع عن مخاطر الخارجيه الدوليه والاقليميه، لكن حين أفصح عما يقصده بالمخاطر الإقليمية فقد قارن الخطرين التركي والإيراني معا، بالتركيز كمان على العدوان التركي في شمال شرق سوريا.